السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع من اللي هو بياخد برومت يدينا صورة، سهل جدا في استخدامه. تعال نقول له ترايت ناو، انت بتوصف اللي انت هتحلم بيه، هو يبدأ ان هو يعمله لك. بيقول لك ادخل بالحساب بتاعك، وبعد كده يقول لك بقى ابدأ اكتب الحاجة اللي انت عايزها. تمام، فخلينا نختار هنا حاجة من عندي واقول له جنريت. وهنا بيقول لي عايز صورة، يعني النسبة بتاعتها الطول مع العرض 1:1 ولا 2:3 زي ما انت عايز، الاسبيكت ريشيو. وبعد كده الموديل ده اول ما بتغير فيه بيتغير تماما الشغل بتاعك. يعني خلينا مثلا نجرب حاجة تانية، وكل المعلومات زي ما هي، وبعد كده اقول له جنريت. كأنك رحت موقع تاني خالص، الذكاء الاصطناعي اللي بيعتمد عليه بيختلف تماما. وهنا ممكن ترفع صورة وتبدأ ان انت تديله تعديلات على الصورة. وهنا نيجاتيف برومت عكس هنا، يعني هنا بتقول له اعمل بكلمات معينه، هنا بتقول له تجنب حاجه معينه، تجنب مثلا شكل معين، تجنب كذا. زي ما انت شايف الصورتين دول زي بعض لان هم كانوا موديل واحد، لكن لما غيرت هنا اتغير شغل تماما. هنا عدد الصور اللي انت عايزها، يعني ممكن يعمل لك مثلا 4 صور مره واحده. عايز تشوفهم في البروفايل ولا لا؟ تمام، لو انت مش عايز تشوفه وعايزه برايفت هيقول لك خلاص لازم تكون بفلوس. هنا بعض الاعدادات ادفانسد. طيب ده الجنريت. هنا هتلاقي الهيستوري، لو انت عايز ترجع للصور اللي انت عملتها، الجاليري، الاسعار بتاعت البرنامج لو انت عايز نسخة بفلوس، بيبقى فيها امكانيات اسرع. هنا طبعا انت عدد النقط اللي هو بيديها لك. تمام، بيقول لك كل 10 نقط كل 12 ساعة. تمام، طيب خلينا نجرب موديل تاني. زي ما انت شايف كأنك رحت الموقع الجديد خالص، او استخدمت برنامج مختلف، النتائج مختلفة لمجرد ان انا غيرت الموديل بالشكل دوت. طبعا مع الوقت هتشوف اني الانسب للشغل بتاعك. هنا ده بيديك عدد النقط، الاعدادات اللي المبرمجين لو انت عايز تربط الموقع بتاعك بالشغل بتاعهم.